يقول: ما رأيك بمن يقول أن الإسلام جاء لتحرير الشعوب وبذلك فالحرية مطلب أساسي في الإسلام، أو أنه الحرية مقدمة على كل شيء في الإسلام؟ إن كان المقصود أن الإسلام جاء لتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فنعم هكذا الإسلام جاء لهذا الهدف، كما نص عليه ربعي بن عامر، وهو قاعدة معروفة أن الإسلام جاء بالتوحيد، والتوحيد هو تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وعبادة العباد أيا كانوا، حتى عبادة الفكر البشري عبادة العباد. إذا أنت يعني التزمت بالفكر البشري والعلماني هذا عبادة العباد، إذا جعلته هو ربك، هذا ربك مو معناها تعبده معناها تسجد وتركع، معناها تعتبره هو الشرع، تعتبره هو المرجع، تعتبره هو تفسير الحياة وإلى آخره، هذا تأليه أو ربوبية للفكر البشري. ليس بالضرورة أن تعبد البقر ولا الحجر ولا الشجر ولا الشمس ولا الكواكب، يعني العبودية ليس ضرورة أن تكون عبودية أو تعبد الطغاة وتعظمهم، إما تعظمهم بتقديسهم أو تعظمهم بطاعتهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه كلها عبودية للعباد. الإسلام جاء لتحرير الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وأعلى درجات الحرية، أعلى درجات الحرية هي التوحيد. لماذا؟ لأنه حتى الحرية المزعومة عند الغرب الليبرالية المطلقة، هذه عبودية للشهوات، هذه عبودية لغيرك من البشر، لأنه هم الذين يضعون لك القوانين ويضعون لك الدساتير ويضعون لك الأنظمة، فأنت تلتزم بذلك ولا تستطيع أن تتجاوزه. بينما إذا كان النظام والدستور والقانون من عند الله سبحانه وتعالى، فأنت حر، أنت على درجات الحرية، لأنك خرجت من التبعية لكل البشر والتبعية لكل المخلوقات، وأصبحت عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك إشكالية عند يحرفون المفهوم ويريدون أن يقولوا أن الإسلام جاء للحرية المطلقة، وأن لا نتحكم في حياة الناس. نعم نضع قانون آخر، لكن حتى هذا القانون نضعه بما يقبله الناس. فهذا كلام طبعا يعني يمكن الرد عليه بمستويين. هم يقولون أنه لا يجوز للأقلية التي تؤمن بشيء معين أن تلزم الأكثرية، ولا يجوز لنا بهذا النصوص التي عندنا أن نلزم بها الآخرين. ممكن نرد عليه بمستويين. المستوى الشرعي أنه لك الحق أن تدعي ما تدعي، لكن لا تنسبها للإسلام، وعلى الأقل لا تنسبها للإسلام السني، مع أنه ليس فقط الإسلام السني، يعني كل معظم الطوائف تقريبا في الإسلام تؤمن بالالتزام بالنصوص الشرعية أيا كان مفهومها للنصوص الشرعية، ولا تعطي الأغلبية حقا، أو لا تقدم كلام الأغلبية على النص الشرعي. فأنت بإمكانك أن تدعي، لكن لا تنسبها، يعني ما في أحد من الصحابة ولا من التابعين وأتباع التابعين ولا أئمة الأربعة ولا الخلفاء الراشدين ولا أصحاب الأئمة الأربعة قال مثل هذا الكلام. وحتى التفسيرات التي يفسرون فيها القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يفسرون هذا يسقط حد الرد، هذه تفسيراتهم هم، ليست تفسيرات العلماء الأولين ولا الصحابة ولا التابعين. لا إكراه في الدين في أصل الإسلام، لكنه لم يقل أحد من العلماء في أصل التدين. يعني إذا كان إنسان كان في أصله مسيحيا أو أصله يهوديا أو أصله مجوسيا أو أصله غير مسلم، لكن المسلم الذي يخرج من الإسلام في حكاية حكم الردة لم يقل أحد من العلماء، لا في الجيل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا القرن العاشر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر، بما لم تحصل إلا في نهاية القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، لم يحصل الحديث عن إنكار حد الردة. فأنت نعم قل ما تشاء، لكن لا تنسبه للإسلام ولا تنسبه للسنة النبوية ولا تنسبه لأهل السنة، لأنك بهذه الطريقة تكون كذبت على طائفة معينة، أنت تنتسب لهم ونسبت لهم ما ليس عندهم. وهذا الكلام طبعا الإجابة طويلة، ولكنها الإجابة النقاش الشرعي طويل، يعني هناك كثير من القواعد الشرعية ينكرونها وينسبون الإنكار للسنة. يا أخي قلنا لك عدة مرات لك الحق أن تدعي ما تدعي، ولكن لا تنسب هذا الموقف لأهل السنة الذين يشككون بالبخاري ومسلم، والذين يشككون بحد الرجم، والذين يشككون بكذا وكذا وكذا. ما هي مشكلة، كيف قل ما تشاء،
لكن لا تنسبه لأهل السنة. أما من ناحية الجدل المنطقي فخذوها مني، لم تحصل ثورة في التاريخ، لا الثورة الفرنسية ولا الثورة الروسية ولا الثورة الأمريكية، دعك من ثورات التاريخ الأنبياء، ثورات الأنبياء، لم تحصل ثورة في التاريخ إلا وكانت الأقلية هي التي فرضت الفكر على الأغلبية. خذوا ادرسوا التاريخ جيدا، لم تكن تحصل الثورات باجتماع الأكثرية واتفاقهم على فكر معين ثم تغييرهم السلطة المستبدة التي كانت موجودة. فلا لا تقفز بمغازلتك للفكر الغربي إلى درجة أنك تريد أن تزور حتى الفكر الغربي. الفكر الغربي نفسه يعترف أن الأقلية الصغيرة، الصفوة الصغيرة، هي التي فرضت رأيها بالثورات التي حصلت وبالقوة بالسلاح، فرضت رأيها على الأكثرية لأنها كانت هي الرائدة، هي الرائدة لأنها هي الصفوة التي صنعت ذلك الفكر. وعودة إذا دمجنا بين هاتين الفكرتين الشرعية والواقعية التاريخية، نعود إلى تجربة أبي بكر رضي الله عنه ونقول أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدوث الردة لم يبقى إلا مكة والمدينة والطائف، وهي أقلية صغيرة جدا في الجزيرة العربية، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه فرضها فرض النصوص الشرعية فرضا على بقية الجزيرة العربية بالسلاح. فأعود وأقول الذي يقول كلاما له حقا يقول ما يقول، لكن لا ينسبه إلا لنفسه، لا ينسبه لجهة لا يجوز نسبته إليها.